أما فيما يخص شقيق المحترم قولي أخي عاش من غير فقدره، يقولوا القبارجية الفصافارة كان مماصر في اللقب. والسلام عليكم. دوك كلمة انتهى سياسيين لازم نفهموها مليح. هي على كل حال في الدول الراقية والدول المحترمة لما الإنسان يعني يخرج من الحكم ولا أقيلة ولا استقالة ولا من المفروض سيبون ينسحب. أنت تنصح الآن أسمح لي أني جايك ينسحب كيما انسحب السلطة هاني جايك. إذا كان انسحب من السلطة من حقه ومن أحسن ينسحب حتى من السياسة. هذه نصيحة ليه؟ اسمح لي أنت أخوك قدم له نصيحة. هاني جايك أنا أخذ مثال ماركل لا ما نقدرش نكونوا أكثر من المار مهما كان التقدم تاعنا. فهمت روحها جبدت روحها بالعقل ولو مازال ما سلمتش مقاليد الحكم لكن استقلت من الحزب استقلت كذا بالعقل باش كيما قال الاخر الباس لي كونسين وتنسحب. لان علاش؟ لان الانسان عنده حقبه من الزمن يعيشها ياك والبشر كيما يولد كيما يموت عنده دخله عنده خرجه دونك يعني الانسان اللي كيما نقولها بكل صراحه اللي قادر روحه ويفهم قدره سي بون. انا سا بلاص ابري 26 اون تاع النظام خلاص سي بون جو باس لو فلومبول واحد اخرين الحمد لله. انا نقولوا حزب ماهوش عاقر فيه شابه فيه ماخير. طيب هذه دعوه من الاستاذ لعيفه ويحيى شقيق احمد ويحيى تجاهله دعوه باش يسلم المشعل. هذا هو كيما الشعب ويطلب منه. طيب هو يطلب من النظام هو قال النظام لازم يستجيب للشعب. اذا كي نطول ليكزومبل. طيب استاذ لعيفه